سيبوني أغني. قول ورايا. دو دو ري ري شي شي ها يس. ايه الحرف اللي قبل اللام؟ حرف اللي قبل اللام الكاف. انا بنطقه خ. اظن ان كلامي واضح. واضح جدا يا فندم. حضرتك يعني دخلت الجامعه خاطب متجوز؟ اه خاطب خاميليا. خاميليا بتفهمك؟ ده انا غنيت لها في الخطوبه وخانت ليه. غنيت لها ان شاء الله. قلت حخشخه بخا حخشخه بخا حخعاني وقال خلاف فرح اهلي الملاف وشخاني شخوتين قدام قاضي الغراب. عارفين شخاني ليه؟ عشان بغير عليه. سيبوني اغني. انا هخرج بره. تمام. وتقدمني تاني. ورحمه امي لو ما عجبتني التقديمه اللي هروح. ايه؟ بس خلصت كده. هتعرفونا ليه على المسا؟ العفو يا استاذ طلعت. احلى تقديمه احنا نقدر. احلى تقديمه. سيداتي انساتي ساداتي، احب اقدم النجم الخوميديان. خوميديان؟ فخة السينما المصرية. سخر السينما العربية. مع النجم الخبير طلعت زخرية. قول لي بقى مين معايا من النجوم والفنانين في اللجنة؟ يا نهار ابيض يا استاذ طلعت، ده احنا معانا نجوم جامدين. زي معانا مين؟ ايوه مين يعني؟ النجم شعبان عبد الرحيم. اه هو ده. بس 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 هو ده بيغني ولا بيفهم في الغنى؟ شعبان عبد الرحيم يا ابني ما تنرفزنيش بقى. شعبان عبد الرحيم. انت شفت هو بيغني ازاي؟ ازاي؟ انا رحت اتفرجت عليه وهو بيغني. ايه اللي حصل؟ كان بيسجل اغنيه. اه المخرج حط له الكاميرا كده يقول له قول ايه. ادي واحده ينقل الكاميرا كده يقول قول ايه. ينقلها كده احيه. حيوه حيوه بلبل حيوه استاذ مزيكا ومفيش اخوه. سيبوني اغني حاليا على مسرح الرحاني بالقاهره.